alle. سؤال السؤال حقيقة هي مصركم الدنيا؟ طيب الإجابة أكيد أكيد مصر هي أم الدنيا، لأن مصر كان فيها دولة أسست من 7000 سنة. الدولة دي كان ليها نظم وسياسات وتوجهات ومشاريع اقتصادية واجتماعية كدولة، حتى إن لما حصل المجاعة أيام سيدنا يوسف كل المنطقة كانت تهاجر إلى مصر وتأكل منها. كان من فضل ربنا سبحانه وتعالى على مصر إنه أعطاها سيدنا يوسف وبني إسرائيل لما كانوا عاشوا في مصر. فلما يكون عندك دولة مؤسسة منذ 7000 سنة تراكم عليها القدم في الثقافات والمعايير والفنون والأدب والعمارة والاقتصاد وكذا، فأنا لا نتحدث عن مجتمع عاش في منطقة صحراوية أو منطقة جبلية ولم يؤسس دولة. هناك في أماكن كثيرة جدا في العالم فيها ناس عاشوا كعائلات أو عاشوا كقبائل، بلك مدة 1000 سنة 2000 سنة، لكن لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لها جيوش ولها إدارات ولها كيانات. الدول الوحيدة التي أسست هذا النظام هي مصر الآن. مصر وطن ودولة لم يتغير اسمها منذ آلاف السنين. مرت عليها الملوك ومر عليها العصور، سواء كانوا عليها الملوك مصريين أم غير مصريين، وفضلت مصر اسمها مصر إلى الآن وما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. لما نبص نقارن مصر بالدول الأوروبية أو بعض الدول الأفريقية الأخرى الدول الآسيوية، ليس يعني تحيزا لهذه الدولة وإنما إقرارا للتاريخ. فكونك تؤسس دولة وستستمر هذه الدولة تعطي المجتمعات ما حولها من قوى بشرية وثقافات وعلوم و أشياء أخرى في المنطقة بتاعتها، وده اللي بيجعل مصر هي أم الدنيا. مرت عليها عصور صعبة، لكن عصور كانت هي زاهية فأنشأت فيها حضارات كتير. استوعبت الحضارة الإسلامية، استوعبت الحضارة العربية، استوعبت الحضارة الفرعونية كل مراحلها، استوعبت الحضارات المسيحية كل تغيراتها وتميزاتها. عاش فيها أجناس كثيرة جدا جدا، كانت معبر من القارات، فتلاقي فيها كافة الأجناس المختلفة اللي جايين من آسيا واللي جايين من أفريقيا واللي جايين من أوروبا. عاش فيها الأوروبيين كخدم اللي بيجوا من اليونان وإيطاليا وقبرص، يعيشوا في مصر عشان يكونوا خدامين الشعب المصري في مراحل كثيرة من حياة الشعب المصري. لذلك لما ننظر لهذا التاريخ الكبير المتميز يجعل مصر